تأسيس صناعة النجاح في الحياة الزوجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم. طبعا في البداية أريد أن أشكر قناة المجد على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المبارك. تستاهل. وأقول في البداية أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن أساس تكوينها هم الزوجين. وفي الزوجين هم يتشكل الشعوب والقبائل، فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فبالزواج يتحقق لنا العديد من الأمور الهامة، منها تنظيم أمور الحياة، وأيضا كذلك الحصول على الاستقرار والراحة. فلكي نصنع ونؤسس حياة زوجية ناجحة بمشيئة الله عز وجل، طبعا هناك لدينا الكثير من الأسس والقواعد التي لا بد على الزوجين أن يأخذوا بها، لكني سأذكر في هذا اللقاء بعضا من هذه الأسس والقواعد التي تصنع لنا وتؤسس لنا حياة زوجية ناجحة في مشيئة الله عز وجل. بإذن الله، تفضلي. طبعا أولا لا بد على الزوجين معرفة معنى الزواج وأهميته وما الهدف من هذا الزواج. جميل. فلا بد لا يكون هدف الزوجين لا يكون الهدف من الزواج إما أغراض شخصية أو إما أن يكون لمصلحة معينة. هذا الأمر الأول. أيضا كذلك لا بد على الرجل والمرأة أن يراعوا حسن الاختيار واعتماد الخلق والدين في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك من الأسس والقواعد التي تصنع لنا حياة زوجية ناجحة، لابد أن يكون هناك بين الزوجين ثقافة الحوار بين الزوجين. فالحوار طبعا مهم لدينا بين البشر طبعا، وأكثر أهمية بين الزوجين. لأن الحوار هو مفتاح الزواج الناجح. صدق. فبالحوار يقرب وجهات النظر بين الزوجين. أيضا كذلك الحوار يجنب تراكم النزاعات. طبعا الحوار لا يكون محصورا فقط لحل الخلاف بين الزوجين فحسب، لا، لابد أن يكون الحوار أن يسمى بالحوار والأخذ بالمشورة في جميع شؤون الحياة. نعم. طبعا ولنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الآراء آراء زوجاته في بعض أمور الدين والدولة، ومن ذلك مشاورته لزوجته أم سلمة في صلح الحديبية. صحيح. عندما أمر الصحابة بالتحلل من إحرامهم فلم يقم أحد منهم، فاستشار زوجته أم سلمة في ذلك، فقالت له: اخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق. فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنك ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. فسبحان الله، المشورة والحوار تزرع السكن والمودة بين الزوجين. أيضا كذلك من الأسس التي تصنع نجاح الحياة الزوجية، لابد على الزوجين أن يكون هناك ثقافة الاعتذار والتسامح وقبول الآخر. نعم. فهذه الثقافة تساعد الزوجين على تخطي العقبات والمشاكل. طبعا هذه الثقافة أيضا دليل على الحب والمودة والترابط الأسري فيما بينه. طبعا يقول أبو الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. فلابد أن يكون عند الزوجين هذه الثقافة، ثقافة الاعتذار والتسامح، حتى نصنع حياة زوجية ناجحة بمشيئة الله عز وجل. بإذن الله. أيضا كذلك لابد أن يكون بين الزوجين من الأسس والقواعد لصنع حياة زوجية ناجحة ألا وهو الاحترام والتبادل بين الزوجين. طبعا وهو واجب على الجميع، طبعا ليس على الزوجين فقط، هو واجب على جميع أفراد الأسرة مهما اختلفوا بالرأي أو كان هناك مثلا أثناء وقوع خلافات. طبعا وفي الأوقات الصعبة يجب دائما أن يظل الاحترام سيد هذه المواقف.